أوديولابي، شارك المعرفة. السلام عليكم أيها الرائعون، ومرحبا في مقال صوتي جديد. بداية، ادعم قناة أوديولابي بالضغط على زر لايك. كل شيء متصل عبر شبكة متداخلة كبيرة، كل شيء يعتمد على كل شيء آخر. هذه هي الطريقة التي يتم بها خلق الوعي الجماعي. كل واحد منا يهتز مع تردده الخاص الذي يأتي من روحه. كلما ارتفع تردده تسامى الكائن وكان أكثر قوة. على مر التاريخ حافظت أرواح فريدة من نوعها على تماسك روح واهتزاز الإنسانية عالياً. هذه الأرواح تتمتع بتردد أعلى من غيرها. يولد عدد من الأطفال بتردد أعلى لمساعدة العالم على رفع وعيه الجماعي. إذا وجدت نفسك في اثنين أو أكثر من الخصائص التالية، فقد تكون من المحظوظين الذين يمتلكون روحاً عالية التردد. أولاً، لديك رغبة عميقة في العثور على شريك حياتك الروحي وتكوين أسرة ومنزل. ثانياً، لديك مهارات ممتازة ومستوى عال من الذكاء، ولكن يبدو أنك لا تستطيع العثور على ما تريده. ثالثاً، أنت تشعر أن هناك كيانات وملائكة من حولك. في بعض الأحيان قد تسمع أصواتاً. رابعاً، يتغير مزاجك بسرعة في كثير من الأحيان، وتتغير معه طاقتك وعواطفك. خامساً، تمر بلحظات غريبة تشعر فيها أنك تفهم كل شيء، لكنها لا تدوم طويلاً. سادساً، لديك أحلام تبدو حقيقية. سابعاً، أنت تريد بناء علاقات ومسؤولية عميقة الجذور، ولكن هناك لحظات تريد فجأة تركها والمضي قدماً وكأنها لا شيء. ثامناً، أنت تلاحظ مرور الوقت أسرع بكثير من الآخرين. تاسعاً، أنت تؤمن بأن كل شيء يحدث لسبب ما، ولكنك تعتقد أيضاً أنك تصنع مصيرك الخاص مع اختياراتك الخاصة. عاشراً، لديك حدس قوي. 11، لديك تأثير على العديد من الناس من حولك. 12، لديك إحساس عميق بالحكمة والمعرفة العامة التي يقضي معظم الناس مدى الحياة لتعلمها. 13، حالتك الطبيعية هي السعادة والمتعة والمحبة والإيجابية. 14، لديك جهاز مناعة قوي. متوفر حالياً في قسم التوكيدات الصوتية على audiolab.com. توكيدات إيجابية صوتية قبل النوم لبرمجة عقلك على الاستحقاق العالي. حمل نسختك عبر الرابط الذي سيظهر الآن. شاهد أيضاً وتابعنا على فيسبوك، ساوند كلاود، وباز.